السي الحداد اليوم افتتح لك برلماني تاع حزب التجمع الوطني الاحرار المقر ديال الحزب في سيدي عثمان، علاش في هذه الظرفيه بالذات وشنو الغرض منه واش كان بالتنسيق مع حزب التجمع الوطني الاحرار؟ شكرا لانفاس بريس، شكرا سي بوستا، مرحبا بكم في المقر مركز تكوين القدرات ديال اتحاديه مؤسسه عثمان اللي خلاله كاين واحد العدد ديال الامور تدار في هذا المقر، منها اللي بارز هو استوديو الاتحاديه، ورأينا ان يكون هنا باش يكون كذلك مركز للتواصل مع الناس. انا عارف ان تتكون واحد 500 الف ديال الساكنه ديال عماله مقاطعه مدير الشيد وسيدي عثمان، فصعاب انك لما هي كلتيش داك الشيء وما كانش تنظيم وما كانش تواصل وما كانش الفلتراج ديال الامور اللي هي مهمه، تنظر انها تصعب انك تكون كبرلماني تتواصل مع الناس كلهم. هذه مكان ديال التواصل، هنا ما بغيناش يكون مكتب نائب البرلماني بحيوط ومقر بدون ان تحل مشاكل. السؤال تيطرحوا عدد ديال الناس، علاش غادي مكتب نائب برلماني؟ حيت العاده ما تيدارش مكتب نائب برلماني، ولكن ماشي مكتب البرلماني بحيوطه بوحدهم. مكتب برلماني يعني مؤسسه فيها عده خلايا اللي تتكلف وكل واحد تتكلف بشيء داخل دي. يعني غادي تكون عندي مسانده اساسيه من الناس اللي معنا في التنظيم واللي هما اطول، عندما اقول الصحه اقول الدكتور ديبان، اقول ايمان هشام، عندما اقول المجتمع المدني اقول فكري، اقول المزوقه، اقول يعني عدد ديال الفاعلات اديب، اقول عدد ديال الامور، عندما اقول الشباب اقول اناس محسن وعدد ديال الاخوان، عندما اقول علاقه المجتمع المدني اقول، عندما اقول كذلك التعليم تفضلت والعلال وهذو كاع الاخوان ديالنا تيكونوا معنا، عندما اقول الاعلام اقول سعيد، اقول عدد ديال الاخوان اللي معنا في الاعلام، عندما اقول عدد ديال الامور يعني فعلا منين غادي تجي كاين هناك كتابه داخل المكتب اللي تتحل من 3 حتى 7 العشيه تستقبل الناس، وحنا من خلال هذاك الاستقبال وتعامل الوثائق تندير وقت اللي نحدو حسب الاهميه، اذا كان المستعجله تندخل مستعجله، اذا كان تنجيبو باش نكون حاضر شخصيا امام انا مع الخلايا اللي غادي يكونوا معنا في العمليه. اذا هذه مؤسسه فيها عدد الخلايا، خلايا الصحيه، التعليم، العلاقه بالمجتمع المدني، الشباب، الصحافه والتواصل الاجتماعي، يعني عدد الامور اللي هي مهمه اللي يمكن انها تدار وتحل لك هذا المشروع. وكذلك فيها اننا خصنا نهيئوا اسئله كتابيه ام شفويه بين الراهنيه اللي تتعيشها المنطقه والخصائص الكبيره تاع المنطقه. واش المقر اللي افتتحتيه كان متنسيق مع القياده تاع حزب التجمع الاحرار ولا كانت مبادره شخصيه من عندك كبرلمان؟ هذا امر هذه منين نجحنا في البرلمان عند اوسخ من الرئيس سي عزيز خنوش قال لك ودي خصكم تحركوا تواصلوا اجتماعيا، قولوا واش تديروا، تكلموا مع الناس، نزلوا التيران. ما يمكنش نزلوا التيران في وقت معين، وقت محدد. اليوم التجمع عندما احتل الدار المنصبه الاولى خصو يبقى يحتل المنصبه الاولى. شرط اساسي اللي بغينا نحتلو هي نكون عندنا تواصل تواصل كبير مع الساكنه، لان الرقم اللي جاب التجمع غير مسبوق داخل التجمع، وتعرفوا كلهم ان لاول مره تنحتلو مراكز على جميع المؤسسات المنتخبه. كان واحد المنصب شاغر على مستوى نيابه عمده مدينه الدار البيضاء، الان بعض الاخبار تقول بان السي عزيز اخنوش يعني اختار الاسم تاع محمد حدادي باش يولي هو النائب الثاني تاع عمده الدار البيضاء، وهو المنصب اللي كان شاغر منذ الانتخابات الجماعيه الاخيره. واش اولا صحيح هذا الخبر وعلاش تم اختيار ديال السي حدادي لهذا المنصب؟ اولا هذا خبر سمعناه، وكذلك ان هناك ربما كاين هناك واحد الاشاره من الرغبه ديال الرئيس في العمده انها تكون نيابة العشرة بصفة حدادي محمد، مع العلم أننا ملزمين كمناضلين أن نشتغل من أي مكان كان. أظن أن هذا المنصب سيحدده رئيس الحزب المنسق الجهوي وكذلك رئيسة جماعة الدار البيضاء اللي هي قيادي ديال التجمع. يعني الساعة ما كاينش حاجة رسمية. يعني اليوم هذا إشاعة فعلا خبر كاين، ولكن من المخرجات ديالو اننا ننتظر، احنا ننتظر اننا يعني اننا ننتظر الاشاره ديال النضال في من اي موقع كان، غنبقاو ناضلو. والدليل وكما تجد من دورات المدينه تكونوا حاضرين في دورات المدينه بكل انضباط كامل وانضباط شامل في هذه العمليه. والحمد لله احنا انا اقول امامكم وامام الناس اللي تتبعونا
أن سنشتغل في جماعة الدار البيضاء من خلال أي منصب كان، ومشي ضروري أنك تكون نائب العمدة باش تشتغل مع العمدة. يعني يمكن أن نشتغل ونخدمه ولو أنه المنصب ما تعطاش الاتحادية منرشد استثمار أو في عملية منرشد.